بالنسبة لنا هي كهيئات ديال المحامين على الصعيد الوطني في المغرب ككل، تكون على مواعيد مع انتخابات ديمقراطية نزيهة على رأس كل 3 سنوات. 3 سنوات هي مدة ولاية كل نقيب وكل أعضاء مجلس ينتخبون بحسب عدد المحامون المنتسبون لكل هيئة. هذا النقيب وهؤلاء الأعضاء هم الذين يتولون تدبير الأمور المهنية لزملائهم المحاميات والمحامون طيلة مدة ولايتهم الممتدة ل3 سنوات كاملة، كما هو الحال بالنسبة لكافة الهيئات. كذلك هيئة أكادير عرفت عرسا انتخابيا والذي وفقت فيه في أن أفوز بثقة زملائي كنقيب لهذه الهيئة العتيدة التي يمتد نفوذها على 3 دوائر استئنافية، هي محكمة الاستئناف بأكادير، ومحكمة الاستئناف بقلميم، ومحكمة الاستئناف بالعيون. زملاؤنا الذين يتوزعون على مدن هذه الدوائر الاستئنافية حضروا بكثافة خلال هذا العرس الانتخابي واختاروا نقيبهم والأعضاء الذين يتولون تمثيلهم، والحمد لله توفقنا في هذه الولاية أن يكون لدينا عضو من مدينة طنطان وآخر من مدينة العيون العتيدة العزيزة على قلوب كل المغاربة. نحن لدينا انتظارات تنتظرنا من طرف زملائنا المحامون، انتظارات مهنية عقب هذه الطفرة وهذا التغير الذي تعرفه عملية تدبير المحاكم وقطاع العدالة عموما في هذا البلد العزيز. انتظارات زميلاتنا وزملائنا من هذه المؤسسات المنتخبة هي كثيرة، ولكن يمكن أن نقول بأنها تتوزع على محورين. المحور الأول هو محور مهني صرف بسبب التدبير الذي أصبح عليه قطاع العدالة وأصبحت عليه المحاكم، والذي يتعين على المحامون وعلى قطاع المحاماة أن يكون فاعلا في تحديد طريقة هذا التدبير، وألا يكون خاضعا لطرق يتم تدبيرها في غيبة قطاع المحامون ومؤسسات المحامون والمحامون كأفراد. هذه الانتظارات ذات الطبع المهني مرتبطة أيضا بالدور الذي يتعين أن تلعبه مهنة المحاماة من الناحية القانونية ومن الناحية الحقوقية، والذي لا يمكن المساس به في ظل أي ظرف وبأي مبرر كيفما كان. هناك انتظارات مهنية أخرى تظل مرتبطة بضرورة الدفاع عن قواعد المحاكمة العادلة، والتي يعتبر المحامون هم الضامنون لها باعتبارهم صوت المحامون صوت المواطن داخل رحاب المحاكم. المسألة الأخرى تظل مرتبطة بضرورة حماية الاعتبار المهني للمحامي داخل المحكمة وداخل كل المؤسسات العمومية التي يرتبط بها عمل زميلاتنا وزملائنا المحامون، دون أن نغفل على أن هناك وضعا ماديا تمت تعريته عقب تداعية وباء كوفيد بهذا الوطن، والذي يعتبر قطاع المحامين بدوره من القطاعات التي مستها هذه التداعيات. انتظارات المحامون بدورهم هي كثيرة، يتعين إيلاؤها تلك العناية وذلك الاهتمام حتى يتم الرفع من المستوى المادي للمحامون، وحتى يتم تبوء ذلك الوضع الذي يتعين أن يكون للمحامي داخل أوساط ساكنة هذا البلد. هناك انتظارات كثيرة، سواء فيما يتعلق بالتكافل، سواء فيما يتعلق بالقيمة الحقيقية للخدمات التي يقدمها المحامون، سواء فيما يتعلق بضرورة أن تعتبر الدولة بأن خدمة المحامون هي خدمة عامة يتعين الحفاظ عليها والدود عنها وصونها باعتبارها رافد الأساسي لحماية الصورة القانونية والحقوقية لعمل الدولة ولمؤسساتها. إذن الانتظارات كثيرة، نتمنى من المؤسسات المنتخبة ونحن ضمنها أن نوفق في إيلاء هذه الانتظارات تلك العناية التي ينتظرها زملاؤنا، لأنه التوفيق في ذلك والذي سيوفق هذا المواطن في الحصول على عدالة
تكفل له اقتضاء حقه الدولة وحماية حريته. نحن بمثابة صورة للمواطن داخل رحب القضاء، نحن الذين نحمل صوت المواطن داخل المحكمة. حماية قطاع المحاماة هو حماية لعدالة يتوخاها مواطن هذا البلد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.